اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الايطاليه التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا ايطاليا رفيع المستوى برئاسه نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي الايطالي انطونيو تاياني وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا ايطاليا رفيع المستوى برئاسة السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ضم السيدة أنا ماريا برنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي والسفير ريكاردو غوارييليا أمين عام وزارة الخارجية وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الإيطالية العاملة في مجالات عدة لا سيما الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية بالاضافه الى السفير الايطالي بالقاهره وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجيه والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان زياره نائب رئيس وزراء ايطاليا للقاهره على راس بعثه تجاريه موسعه من كبرى الشركات الايطاليه تاتي في اطار علاقات الصداقه الراسخه بين مصر وايطاليا والاراده السياسيه القويه لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للامام بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين حيث اكد السيد الرئيس في هذا الاطار على ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الايطاليه التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر منوها الى وجود افاق واسعه للتعاون الاقتصادي على جميع الاصعده وهو ما ثمنه الجانب الايطالي مشيرا الى ان هذه الزياره تاتي لتفعيل الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين ووضع حجر اساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الايطاليه في مصر لا سيما في مجالات الزراعه والغذاء في ضوء الاهميه الحيويه للعمل على تحقيق الامن الغذائي خلال المرحله الراهنه التي يعاني فيها العالم من ازمات متتاليه في هذا الصدد وذكر المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد ايضا التباحث حول عدد من الموضوعات الخاصه بالتعاون الثنائي بين البلدين وكذا تبادل الرؤى بشان الملفات الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق الى قضيه الهجره غير الشرعيه وبحث جهود التعاون في مجال الطاقه حيث اتفق الجانبان على مواصله العمل في هذه المجالات خلال المرحله القادمه لتعظيم الاستفاده من الامكانات الكبيره لدى البلدين ومواصله التنسيق لمواجهه التحديات الدوليه المتناميه سياسيا واقتصاديا